هاي بهيدا الفيديو رح نتعلم انا كاستاذ كيف بقدر اخذ الدفوارات من طلابي، كيف بقدر صلحهم، حط لهم ملاحظات، واخر شيء حط لهم العلامه. اول شيء بعمله بفتح تيمز. بس يفتح تيمز بتاكد انه انا بتيمز تاب لاشوف كل الصفوف تبعي. فوت على الصف اللي انا بدي صلح فيه هذا الدفوار. بتأكد انه انا بتشانل الجنرال، لانه كنا شفنا بفيديو سابقين انه كل شيء اجندا للصف لكل المواد يعني assignments حاطه بجنرال. بكبس على channel general بتأكد انه انا فاتح general. روح على assignments، بس يفتح assignments لازم انا اول شيء اعمل هو انه اعمل filter. شو هو الفلتر؟ كنا تعلمنا قبل بفيديوهات بالassignment نحن عم نخلق الassignment انه نحن بنحط له كاتيجوري، يعني حد البيولوجي رح تلاحظوا في بيولوجي كاتيجوري، حد الانجلش في عندي انجلش كاتيجوري. سو انا لانه انا استاذ بيولوجي بهيدا الاكزامبل اللي عم بشرحه، انا لازم اعمل فلتر لشوف بس هوموركس البيولوجي. ساعتها بكبس على الفلتر اللي فوق وبنقي بيولوجي. رح تلاحظوا انه الانجلش رح يختفي ويضل بس مبين عندي هومورك البيولوجي. فاذا هيدا هو الهومورك اللي انا بدي صلحه. رح فوت على هيدا الهومورك ورح تلاحظوا انه رح يطلع لي التايتل تبع الهومورك، الكاتيجوري، الديو اي متى وقته، رح يطلع لي تو جريد ويطلع فيها ليست الطلاب، ورح يحط لي جريدد هيدي وقتها انا بصلح للطلاب وبحط لهم علامات. مثل ما شايفين قدامنا هون رح تلاحظوا انه في عندي ليست الطلاب وفي عندي شيء اسمه status، يعني بحط لي عن كل طالب إذا شاف هيدا الأسايمنت، إذا ما شاف، وإذا شاف وقدم. سو رح فرجيكم أنا هلا الإكزامبل بثلاث حالات. عندي أول شيء أليكسي داغر هو ما شاف وما قدم الدفوار، حاطط لي not turned in. عندي ماريو طعمي شاف، حاطط لي viewed بس كمان ما قدم لي الدفوار. عندي ناريلا هي شافت وقدمت لأنه حط لي turned in، يعني هي بعتت الدفوار تبعها. إذا كان عندي أنا لسه طويلة من الطلاب وبدي فتش على طالب محدد، بقدر أكبس هون على search students وأقدر أكتب اسمه مباشرة لأعرف أنا إذا مقدم أو شاف أو ما شاف هيدا الهومر. فإذا إذا كانت فاتحة لسه الطلاب قدامنا وأنا بدي صلح لهيدا الطالب، رح صلح لناريلا لأنه هي قدمت لي هيدا الفرد. بكبس على كبسة turned in. رح تلاحظوا هون انه عندي اول شيء اسم الطالب اللي انا عم صلح له، عندي اي متى قدم شغله بحط لي بالضبط اي ساعة، في عندي هيدي الصورة اللي بعتها هيدا الطالب اللي هو بمثل دفواره، بمثل شغله، project تبعه، it depends انا شو بكون حطت له. بالفيدباك نحن بنقدر نحط الملاحظات تبعنا، بنقدر نحط له مع كل سؤال مثلا هيدا عملته صح، هيدا الاكسرسايز ما اشتغلته صح، بحط له كل الفيدباك تبعي هون. وعند البوينتس هون بقدر احط له العلامه لانه انا بكون ديجا لما خلقت هيدا الاساينمنت قررت انه احط عليه علامات. سو نحن رح نعتبر انه انا حطيت الفيدباك، بقدر اكتب هون انا مثل ما بدي مثلا great work، يمكن يكون كثير منيح etc. حطيت له points مثلا اخذ 4 over 5، واخر شيء انا لازم اكبس كبسه return. بس اعمل return هيدا الاساينمنت رح يرجع يروح عند الطالب ويقول له انه استاذك صلح لك هو، ورح تلاحظ انه كبسه return رح تطفي. اذا انا بدي انقل على ثاني طالب وشوف اذا شاغل الشغل، في عندي شغلتين، او بكبس على next اللي هو هيدا السهم اللي بالدايركشن تبعه صوب اليمين. اذا بدي ارجع على طالب انا ديجا صلحت له قبل، او بدي ارجع بالليستا لورا، في عند الباك اللي هو السهم لميله اليسار، او اذا بدي فتش على طالب مباشره بقدر اكبس حد اسمه لهذا الطالب وحط اسمه اكيد وببين دغري. ورح تلاحظوا هلا انه بس حطيت أليكسي بين اسمه لحال. في شغله كثير اساسيه لازم اخبركم عنها من بعد ما خلص، بس حط كلوز. انا بعتت وعملت ريتيرن لهيدا الطالب، رح تصير اللي انا صلحتهم بالجريدد، يعني
هلا بس اكبس على graded رح يبين شغل ناريلا موجود هون اخذت 4 over 5 وصار returned. بس في شغله كثير اساسيه لازم نكون عارفينها، انه انا هلا وقت صلحت له لهيدا الطالب وبعثت له الفيدباك تبعي بس الديو بعد ما قطع والكلوز ديت بعد ما سكر هيدا الهومورك، بيقدر الطالب يرجع يرد لي مره ثانيه الهومورك بطريقه جديده وانا برجع بحط فيدباك مره ثانيه جديد. سو انا كاستاذ بدي اقرر هل انه بصلح ضمن المهل اللي عطيها للطلاب وبيقدروا هني يرجعوا يزبطوا الشغل تبعهم يبعثوا لي مره ثانيه، او انا بدي بس وقت اللي بيخلص الديو ديت بيقطع الديو ديت وبيسكر بيعمل كلوز لهيدا الاساينمنت صلح له ببعث له اياهم والتلميذ ما بيقدر بقى يرجع يبعث لي شغله. هيدا كان بالنسبه للاساينمنتس وتقدر انا ابعث فيدباك لطلابي. ورح تلاحظوا هلا وقت اللي بعمل باك رح تلاحظوا انه هون حطت لي صار 1 من 3 تيرن ان. كمان ما بدي انسى انه بس اعمل فلتر حط بيولوجي تأكد اكتر من انا الهومورك تبعي انه عندي طالب من 3 مقدمين لي الشغل تبعا. بهيدي الطريقة انا بكون شفت الاساينمنت، شفت شغل الطلاب، صلحت للطالب وبعثت له علامته. هيدا كان كل شيء بالنسبة للاساينمنت. شكرا للمتابعة.